لهولو بس يا خطاب. انت اللي لهولو بس يا ابو حمد. وطلعنا البواب بقى، ما في حدا بكل الحارة، رايدك تكون مختار عليها. انا الحارة كلها معي، انت اللي بتطلع من الحارة يا قتال النسوان. شلون ابو حمدي شلون؟ اسمعوا يا اهل الحارة، يلي قتل بنت الحارس هو خطاب، هذا اللي واقف قدامكم. معقول؟ هاد دليلك يا ابو حمدي؟ بالتحقيق طلع معهم انه هو اللي قتلها لحتى يغطي على عملته السودة معها. دبور ما بيعملها، يلي سواها بده يغطي على عملته قبل ما يصير التحقيق. مين هو؟ انت اللي لازم تعرفه وتجيبه يا مختار. يلي صار اليوم برقبتك يا خطاب، برقبتك انت يا ابو حمد. ما رح تمر على خير يا خطاب، لا لك ولا كلمة بشد على ايدك. اعلى ما بخيلك اركبه، واذا بدك بعد شي واحد من رجالك يقتلني يا مختار. انا ما عندي رجال تقتل، ايدي نظيفة. شوف، ما في حدا بيقول عن زيته عكي. انا اشرف منك ولك. بكرة منشوف مين الشريف فينا. ماشي يا خطاب. انت متأكد انه عنده رجال قتالين قتلا؟ كل رجال وقتالين قتلا اذا بدها. بس هي تهمة كبيرة يا خطاب. وانا قد وقدود يا عمي ابو جوزيف، قد وقدود. لك انتو ليش لا توقفوا معهم؟ تركوهم يتقاتلوا، فخار يكسر بعضه. سيدي هن اللي افتروا عليهم والله. يعني بعدين مو حلو نتركوا لناجي ياكل اكل بيت الصواف؟ والله عيب. انت اكلت اكل كمان؟ لا، هن اللي اكلوها مدمسه والله. ترضاها عمي؟ شو نسكت لهم يعني؟ لا شو نسكت لهم؟ والله الاقلب الحاره فوق راسه. شو كمان شو؟ ما لقيته إلا هجم علي، مدفشته قام فز وهجم علي مرة تانية، انضربته. جاية حمدي ولاد عمه وعليت بيناتهم خناقة كبيرة، قام بيجي الدبور بصير يحاميله لعطا، وعليت علقة كبيرة كتير. الدبور ضربك شي؟ الدبور ضربك شي؟ لا يا بي، لا بالعكس، هذا الشي رح يجنني، كل ما اهجم عليه يبعدني عنه وما يضربني. هلا ضربك؟ اللي لا تخاف يا ابي، ما ضربني، وهو اللي بعد عطى كذا مره عني. يعني ما ضربه؟ لا ما ضربني، ما ضربني. انتهت على خير صار، انتهت على خير. لكانوا خير هاد، هلا بلشت وبلشت الكبيره كمان. لا دخيلك، ما بدنا نكبر المشاكل. الله يخليك صار، ما تضيع على خير. لك أنا خير عم نقول لك هاد؟ ينضرب ابني بالحارة وأنا ضل ساكت يا أبو نادر؟ هدي حالك صهري، ما بدنا نكبرها. لا بدي كبرها. دخيلك ما بدنا نخسر حدا أبو ناجي. مين بدنا نخسر يعني؟ أنت بتعرفني، بتعرف. الله يوفقك يا صهري، لا تكبرها. لك أولاد الصواف اللي ضربوا ابني، شو عمل معهم؟ وهن كمان أكلوا قتلي يا صهري. قتلت بيت الصواف بكوم وقتلت ابني بكوم. أبو جابر، أخوك أبو حمدي عم يخبص كتير بالحارة. إيه والله يا أختي، خبص كتير، ولك ما خلى إلهم حبي هالحارة لصارت الخناقة اليوم. عن شو عم تحكي؟ عن الطوشة اللي صارت اليوم بالحارة. مالنا فيها. لكن عن شو عم تحكي أختي، عن شو؟ عن موتة كريمة. يعني لا خلنا نشوفها ولا نودعها وطالعها من دون تغسيل. اي والله يا اختي معك حق، وانا كمان سالت حالي 100 سؤال عن اللي سواه. لك على القليله كان يخلي امها تشوفها وتودعها. هلا اختي انت شو ذكرك فيها؟ المخلوقه راحت لرحمه ربها، الله يرضى لي عليكي. عيد سؤالك مناجي، ما فهمت عليك. انت ليش ناديت لي يا ابو حمدي؟ مشان ترجع لحارتك ولاهلك وناسك. ليش ما قلت لي انه حرم قيمة جوزي ابو عطا؟ كل فكري انك بتعرف. ومنين بدي اعرف؟ من ابو نادر. لك انا ابو نادر ما شفته من يوم ما رحت على اسطنبول. وانا شو بيعرفني انك ما بتعرف؟ كنت بعت لي مكتوب مع محروس حتى يخبرني شو صار بهالحارة. ما خطر ببالي. بعدين لو بعت لك مكتوب وخبرتك شو صاير بالحارة كنت لحب تجي؟ لا سيدي ما راح اجي. لا ما حبيته منك منوبة يا ابو ناجي. ما
بدك تجي لعند أهلك وناسك. بلا أهلي بلا ناسي بلا بطيخ. فاروق. نعم مختار. انت وين كنت واقف ولا؟ هون برا. وين هون يعني؟ برا برا. روح اطلع برات الديوان. أمرك. شو خايف منه يا أبو حمدي؟ ما بدي حدا يعرف إنه أنا بعثت له خبر على اسطنبول مشان تجي. وليش ما بدك حدا يعرف يا أبو حمدي؟ شو أنت عم تسرق ولا عم تنهب؟ مش أنا أبو عطا. بلا أبو عطا بلا عيلة الصواف بلا بطيخ. أنا أصلاً كله ماني شايلهم من أرضهم. وليش طالع خلاك أبو ناجي؟ والله ليش طالع خلي؟ بعد كل اللي صار اليوم بالحارة وما بدك يطلع خلي؟ هذا الشيء لازم يصير يا أبو ناجي. شلون؟ طوال ما أبو عطا بالحارة رح تكبر المشاكل بيناتكم. لا تنسى البيت جنب البيت. أنا عم أقول لك حرك حالك وطالعوا وتعس على كل واحد بيوقف بطنيات. ما كنت هيك أبو ناجي شبنا؟ والله لو كنت هون والله ما بطالع منه المخبر. لا والله. وليش محموق كل هالشي يا مو؟ ليش؟ بضلوا اولاد عمي يا مو، بضلوا اولاد عمي. لا تلحمي كثير بعدي. القتله اللي اكلوها اولاد عمك كان لازم تكون لزهريه بالاول. شو دخل زهريه يا مو؟ شو دخلها؟ شو دخلها؟ ما اصلا هي سبب الخناقه كلها. شلون يا مو؟ شافوها واقفه على شباك الحاره وعم تحكي مع ابن الجيران يلي اجى على الحاره. يا مو انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ ايه قدريت من النسوان يا مو. واطي وين رايح؟ بدي اقول لاولاد عمي يا مو. عود ولاد عود. ولك يا اجدب اولاد عمك بيعرفوا كل شيء. كمل اكلك. لك حتى تعرف شلون مرباية هي اللي بدك ترجعها لك. الحارة كلها انقلبت فوقاني تحتاني يا أمي. وابنك أمين يوم تخانق مع ناجي. هذا الحساب اللي ما كنت حاسبه يا مو. الله يرضى عليك. سلم البيت الحكم دارية. شو؟ سلمه يا مو سلم. أنت عم تحكي هيك حكي؟ يا مو سلمه. وليش لسلمه يا مو؟ ليش؟ لازم نسلمه يا مو مشان ما تكبر القصة بين أولادنا وأولاد جارنا هذا الجري. شو ما صار أنا ما راح أسلم البيت. بدك تسلمه يا مو. شوفي يا مو قليلي شوفي شو اللي صاير يا مو. الحكي كتير عليكم بالحارة. حكي شو؟ حكي عرض عرض. شو عم تقولي؟ حكي عرض يا مو. أنا سمعت من نسوان الحارة إنه عم يحكوا على مرتك. حكي حكي عرض يا مو. حكي ما بينا. شو عم يقولوا يا مو؟ شو عم يقولوا؟ عم تضبي اواعيكي مشان تروحي لعنده يا واطي مو هيك؟ أنا ماني واطية يا أبو عطا. وهذا اللي عم تساوي شو؟ أنا رايحة من وشك مشان أقول له لابني إنه أنا أمك. أنا أمك. يعني بدك تفضحيني بالحارة أكثر من هيك؟ بدك تثبتي كلام الناس عليك؟ خليني أنفضح بالحارة أحسن ما يصير شيء لحدا من أولادي. يا ربي تاخذني، يا ربي تموتني ولا أشوف أولادي عم يتضاربوا. يا رب يا ربي موتني ولا أشوف أولادي عم يتضاربوا. يوم عن يوم عم تنقلب ضدي يا أبو ناجي. لك شو لابسي بورا ظهري؟ بدك تسافر سافر بس مو قبل ما اخذ اللي بدي اياه منك ومن ابو عطر. فاروق. لا فاروق. كلام
أبو حمدي خرط مشتي الدبور اللي قاتلها. عبدو يا عبدو، نور سيدي. من بكرة الصبح الله يرضى عليك بتروح على الحارة بتشحط لي الدبور لهون. نعم سيدي. ما عم تسمعوا لا؟ عم لك من بكرة الصبح بتشحط لي الدبور بيدي لهون. ايه أمرك أمرك سيدي. والله إذا طلع الدبور عاملها والله لعلقه بالحارة بيجيني التنتين. لك أنا عم أحلام ولا عم أتخيل؟ هي كريمة هي بذات نفسها؟ أنا وهي كانت ما بعرف ما بعرف. في شي ما عم بفوت براسي يا أبو حمدي ولازم أعرفه لازم. يا لطيف إذا كان الحكي صحيح.